أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع طفيف رغم الأرباح القياسية التي حققتها خلال النهار وخسارتها في الجولات الأخيرة من التداول. بالنسبة للمراقبين، الخطوة التي اتخذتها المحكمة الألمانية بدعم خطط الإنقاذ الأوروبية ستأخذ وقتا حتى تترك أثارها في السوق. القرار تم اتخاذه وكان متوقعا. الأمور الآن ستجري بشكل هادئ، وبالتالي فإن المخاطر ستتراجع أيضا، ولن نرى اليورو ضمن معادلة الخطر التي تعيشها الأسواق. وقد أغلق سهم الكاكارانت الباريسي عند ارتفاع قرب 0.10%. أما سهم الداكس في بورصة فرانكفورت قرب ارتفاعه 0.50%، فيما أغلق اليورو عند عتبة الدولار و29 سنتا لليورو الواحد.